5 وزراء دفاع بريطانيين سابقين ورئيس الوزراء السابق يدعون كير ستارمر لإعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لإطلاق صواريخ ستورم شادو نحو الأراضي الروسية حتى بدون دعم الولايات المتحدة. الوزراء بما فيهم بوريس جونسون وبن والس أكدوا أن أي تأخير في استخدام هذه الصواريخ البريطانية سيقوي موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعطيه فرصة للتقدم. والس وصف الفشل في التحرك بأنه استرضاء للكرملين، بينما اعتبر جونسون أن التأخير غير مبرر. الوزراء يرون أن بريطانيا يجب أن تتصرف بشكل مستقل وتدعم أوكرانيا بشكل مباشر، خاصة وأنها كانت في طليعة الدعم منذ بداية الحرب. And it's really important as great allies, that special relationship, to have this time to talk about the global issues you have just identified. Starting, of course, with Ukraine, where I think the next few weeks and months could be crucial. Very, very important that we support Ukraine in this vital war of freedom. محادثات ستارمر مع بايدن لم تسفر عن اتفاق واضح بشأن الموافقة على استخدام أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو. ستارمر لا يزال حريصا على الحصول على موافقة أمريكية صريحة رغم الضغوط من قبل وزراء الدفاع السابقين بحسب صحيفة The Times البريطانية. الضغوط تتزايد على الولايات المتحدة وبريطانيا لاتخاذ قرار سريع، خاصة بعد تقارير عن تلقي روسيا صواريخ جديدة من إيران مقابل أسرار نووية.